تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه شكر جوابيه من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وذلك ردا على برقيه جلالته المهنئه بمناسبه مباركه مجلس النواب بالاجماع لبرنامج الحكومه فيما يلي نصها سيدي حضره صاحب الجلاله الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك مملكه البحرين المعظم حافظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحية الإخلاص والولاء لجلالتكم أيدكم الله وأدام عليكم الصحة والعافية وطول العمر. ببالغ الفخر وعظيم الاعتزاز تلقيت برقية جلالتكم أيدكم الله المهنئة بإقرار مجلس النواب بالإجماع لبرنامج الحكومة وما حملته من مضامين سامية يتجدد من خلالها باعث الإصرار ودافع العزم لتحقيق كل ما تتطلعون جلالتكم إليه من أجل صالح الوطن وأبنائه وفق أهداف في مسيره التنميه الشامله بقيادتكم الحكيمه واجد هذه المناسبه فرصه طيبه لاجدد فيها العهد لجلالتكم بان اكون على قدر ثقتكم وما كلفتموني به من واجبات ومسؤوليات وطنيه بالعزم والاخلاص والعطاء دون حد وان اواصل العمل تحت قيادتكم ومسترشدا برؤاكم في ان يكون المواطن دائما وابدا في اولويه الاهتمام وغايه التنميه سيدي صاحب الجلاله الملك المعظم حفظكم الله نشهد اليوم مرحله جديده من مراحل العمل الوطني بقيادتكم رعاكم الله حيث ان اقرار برنامج الحكومه من قبل مجلس النواب والذي ابدى تعاونا مثمرا ومشكورا خلال مناقشه البرنامج يتطلب جهد وتعاون الجميع من فريق البحرين في كافه سلطات ومؤسسات الدوله لتتواصل مسارات التنميه والتطوير نحو افاق اشمل وارحب باسهامات مخلصه لابناء الوطن الذين يسطرون قصص النجاح في كل مجال وميدان بطموح لا حد له وانجاز لا سقف له وسيكون التعاون بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه دائما كما اردتموه جلالتكم، قائما على التعاون الوثيق والشراكه الحقيقيه لصالح الوطن والمواطن. نسال الله المولى العلي القدير ان يحفظكم عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي وكافه ابنائه. انه سميع مجيب الدعاء، ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.